مش عايز اخد الكوبتر، عايز اخد الشرف بقى اي حاجه تانية. ازيكم يا جماعه، اخباركم عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسين، فيديو جديد. قبل ما اخش في بدايه الفيديو بس حابب اشكركم جدا جدا. الحمد لله احنا النهارده بس وصلنا او امبارح وصلنا 250 الف سبسكرايب على اليوتيوب، وده تقريبا في خلال حوالي سنه وكم شهر. والحمد لله الحمد لله مبسوط جدا جدا بالرقم ده، وان شاء الله في خلال الفتره الجايه هنعمل رقم اعلى من كده بكتير. ان شاء الله السنه اللي جايه نكون بنحتفل بالمليون ان شاء الله. فاستنوا الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في فيديوهات كتير، هنزل فيديوهات بكثافه على قد ما اقدر. بس كل اللي انا محتاجه منك انك تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه. فيديو النهارده بقى هيبقى جزئين، يعني في عن سما المصري واللي عملته في راس السنه. طبعا سما معانا كل سنه، وكل سنه وانت طيبه يا سامسونج. وطبعا الجزء الثاني اللي دايما ما نقدرش نعيش من غيره، اللي هو الدعم بتاع المراره بتاعتنا، يعني طبعا التيك توك، يعني ده طبيعي. فتعالوا نشوف اول فيديو. ايه ياما ده؟ انت سايبه بنتك كده ترقص قدامك بتهز في ال عادي كده يعني؟ زمان كانت الناس بتقعد تقول لك فين اهالي البنات دي وفين اهالي العيال دي؟ اه دلوقتي اهاليهم قاعدين وشايفينهم بيصوروا ولا حياه لما انتوا نايمين. يعني الحاج يالا كانت ناويه تقوم، يعني مش فاهم يعني الكرسي لزق في ال في ال في البتاع يعني ولا ايه؟ ما علينا، ما شوف الفيديو اللي بعده. حاطه راس ابوكي في التين، قولي لي ايه ذنبه المسكين؟ ده لو في يوم بيسالك عشان الناس بقوا تعبين. يا بلدي ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب ده يعني اخ واخته مثلا، ولا واحده وجوزها، ولا ايه بالظبط؟ هم بتوعك يا ابني، بتوع يعني ملكك عشان تقعد تلعب فيهم وتفقص فيهم كده؟ هي طماطم بالنسبه لك مثلا؟ ما ينفعش ما ينفعش. فانا مش عارف اقول لكم ايه بجد، يعني انا بكسف لكم والله، انا فعلا بكسف لكم. نداء مني لكل اب وكل ام، شوفوا بنتكم ولا شوفوا ابنكم، يعني لا يكون مش لابس البامبرز كويس. انا لو مكان ابوكي، يعني بصراحه انا لو مكان ابوكي، عارف لما كانوا زمان بيقودوا البنات كنت وقتك على طول. اسمها ايه؟ او ايدك يعني. شوف الفيديو اللي بعده. حاطه راس ابوكي في التين، قولي لي ايه ذنبه المسكين؟ ده لو في يوم بيسالك عشان الناس بقوا تعبين. ده ايه ده؟ ده كورنيش عادي كده؟ فين المحافظ بتاع الدوله؟ ايه؟ فين المحافظ بتاع بلد للمحافظ بتاع البلد دي؟ يعني شكلنا وحش او شكل حضرتك وحش. انا مش من المحافظه عامه، انا عارف هي محافظه ايه بس مش هينفع اقول. بس اللي بيحصل ده غلط، يعني حضرتك ساكت كده على الموضوع. فا ايه؟ ننادي للرئيس؟ فالحقنا يا ريس، الخرابه يا ريس. ايه يا راجل؟ ايوه اللي بيحصل ده اللي اتقال. ايوه ما ينصحش يحصل في بلد ديمقراطي. لا ينفع، لا ما ينفعش. طب ده السادات، انا مش عشان ما نتسجنش بس، والسادات الله يرحمه طبعا. بس نشوف الفيديو اللي بعده. مش عايز اخد الكوبتر، عايز اخد الشرف بقى. اي حاجه ثانيه. ايه بوكسر؟ يعني لاول مره اشوف هديه بوكسر. يعني مثلا دلوقتي بحب واحده فاجيب لها هوت شورت. ولو انت انا صاحبك هتجيب لي ايه؟ بوكسر برضه زيها؟ انت كده بتعلمينا عادات وتقاليد ما تنفعش. وبعدين التوته كبيرة قوي، يعني في تضخيم غير طبيعي. عارف زي عارف الملاكمين اللي بيلعبوا بوكس؟ عارف والله ممكن يجيبوها كده ويوقفوها وينشنوا عليها. والله والله ما هيحصل حاجة. هي اي نعم ممكن تكبر شوية بس ما يحصلش انفتاح في الآخر يعني. هي عامل ايه؟ هي بكل حاجات. بص بقى، احنا ايه بنناسب السنة الجديدة؟ بنوزع كده حاجات بسيطة على الناس، حاجه بسيطه يعني. ماشي، كل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير وميري كريسمس. يبقى شوفوا بقى يعجبكم ولا دي فانيلات ومكسرات وشرابات. لا هو يعني كفايه بس اللي نشرب. هو ايه ده؟ دي اللي تعب. اه والله الراجل بيقول لك كفايه بس اللي انا شفتك. ما اكيد كفايه يعني، انت مالكش دعوه بالمكسرات او الهديه اللي هي جايبها لك، كفايه بس اللي هي عملت لك واحده استعراض كده ولفتها لك. كل سنه وانت طيب. احنا بنوزع حاجات على الناس هدايا. ده ايه دوت؟ ده بوكسر وده شراب.
هو انا عايز افهم بس يعني انت مش مكسوفه من اللي انت بتعمليه؟ يعني واحد بيسالها بيقول لها ده ايه ده؟ بتقول له ده بوكسر وشربات. ايه ده؟ يعني الدركه دي مثلا دليل على حيائك مثلا؟ ده انت حيائك مات من 30 سنه، وبعدين ليه انت ماشيه دايما مع امبراها؟ يعني ماشيه كده وكده، يعني انا مش هعرف اعملها طبعا، مفيش امكانيات تساعد نهائي خالص، بس انت بسم الله ما شاء الله عندك الخلفيه عاليه بطريقه رهيبه. يعني اول مره اشوف حد بيصور حد من الخلفيه من المؤخره نفسها، يعني انا دايما اهو يعني انا والاخ ده وشنا للكاميرا، انما انت ليه المؤخره لازقه في وش الكاميرا؟ الجرس مش بتاع انت رحت انا اول مره اشوف حد يعني دايما يعني مثلا يعني لو انا نازل افرق حاجه او حد نازل يفرق حاجه بيفرق مثلا لحمه فلوس اي حاجه لها علاقه بالاكل عامه او المشروبات او الكلام ده، اول مره اشوف حد بيفرق بوكسرات. البوكسرات دي معلش هيلبسوها ايه؟ هو كده كده هو بيلبس بوكسرات، يعني الجو ساعة بوكسر ده هو اللي هيدفيه مثلا يعني ولا ده جراب؟ لا عشان اللي يبان منه ايه تبقى سما من جهه واحد جديد ده البديل مثلا يعني هتبدله في البوكسرات. لا هو بوكسر شفتوا اللفه دي؟ ده لازم، ده شيء طبيعي طالما سامر المصري بتعمل اي حاجه لازم تقوم جاي مديك واحده خلفيه على طول. قوم ليه في كده يا اسلام؟ ولا فيك اي حاجه. طبعا اللفه بتاعت سامر المصري غير اي لفه ثانيه، بجد انت عليك حته لفه عظيمه. يلا ايه يا عجلي ده؟ يعني انت فرحان في ايه؟ فرحان بايه؟ يعني فرحان بالمؤخره اللي انت المفروض دي ما تتصورش مع وشها، انت تقوم جاي مخليها تديها ظهرك على طول للكاميرا وجاي مصور المؤخره على طول، لان دي ابراجها هي اللي مشهوره مش هي، يعني انت دلوقتي لو مشيت في الشارع وشفت البرجين بتوعها هتعرفها من ابراجها مش من وشها على فكره. تعالى خد يا ابني الدواو. تعالى يا ابني خد انت. هي حفله هي تستاهل اي نعم يعني، بس هي حفله يعني تعزم الناس عليها، هي وجبه هتاكلوها مثلا. طيب احنا هنا شفنا سما المصري، طبعا يعني جسمها بمعنى اصح يعتبر هي مش لابسه، يعني جسمها كله متقسم تقسيمه باينه جدا في اللبس اللي هي لابساه. في فيديو تاني بقى لبنت في المنصوره تم التحرش بيها تقريبا من 20 شخص او اكتر من كده كمان، تعالوا نشوف الفيديو الاول. ده بنت في المنصوره، وهو عامه يعني الناس اللي اتحرشوا بقى معظمهم اتقبض عليهم، بس طبعا مش كلهم لان كان في كتير زي ما انتم شفتوا. فالموضوع او اللي مش فاهم ايه اللي بيحصل، دي بنت كل مشكلتها اللي هي استايلها او لبسها قصير شويه، فالموضوع ابتدى تقريبا بان حد عاكسها، فاللي كان معاها اتكلم او اتدخل او حاجه زي كده، لان كان في شاب راكب معاها في العربيه، فطبعا الشباب بقى تسكت. لا طبعا اللي داخل مثلا يتخانق او الكلام ده، التاني بقى بيخش يوجب معاه، والتالت واللي ملوش علاقه بالموضوع ولا يفهم اي حاجه، طالما شايف واحد او اثنين او خمسه او 10 واقفين بيتحرشوا بواحده، بدل ما يخش يحوش لا هو بيخش يكمل معاهم كمان، يعني الحوار اللي حصل ده كله في المنصوره. طيب بالنسبه لسما المصري دي يعني ما قدرتوش تعملوا فيها كده ليه؟ لانه عارفين ان وراها حد هيقدر ياذيكم او هيقدر يقف لكم وهيقدر يجيب حقها، يعني بعيدا عن البنت اللي لبسها قصير وده حرام، بعيدا عن الاسلام والحلال والحرام احنا عارفين ده كويس، بس في ناس مهما قلت ومهما عدت هو اللبس والستايل بتاعهم كده، خلاص يبقى انت مالكش دعوه. طالما شايف بنت بالطريقه دي تفكك خالص، تكبر دماغك، مالكش دعوه دي لا امك ولا اختك ولا حد يخصك اساسا في اي حاجه، فانت مالكش دعوه بده. وكمان المفروض لما انت تشوفها عريانه المفروض تنصحها، او على الاقل لو انت شايفها عريانه فعلا في الشارع المفروض بتقلع وحضرتك بتغطيها. لا انت دلوقتي الناس بقت تخش
شوف واحدة عيالة لا ده بيخش ياكلوها. بالنسبة للناس اللي هي اتحرشت بالبنت دي، فتخيل كده في يوم من الأيام إن أختك تكون في نفس الموقف بتاعها، وما بالك بقى إن هو ده هيحصل فعلا، سواء بقى مع أمك مع أختك مع مراتك مع بنتك، ده هيحصل لأن كما تدين تدان. هرشوا بقى في الشارع، والمشكلة إن كل ده بيحصل في الشارع وعمالة تصوت وكله شغال، مفيش حد مثلا دخل يحوش. طب الشرطة اللي موجودة في الشارع، طب الاسم أو أقرب مخبر مثلا موجود في الشارع، مفيش. يعني تحيا مصر بلد الامن والامان. طبعا ما نقدرش نتكلم. بس يا جماعه هنا انا وصلت لنهايه الفيديو، مش عايز اتكلم في اي حاجه تانية. فكالعاده زي ما احنا بنقفل الفيديو بتاعنا بفيديو كويس، يعني ننضف المراره وننضف اللي احنا سمعناه طول الفيديو والحاجات دي كلها، فتعالوا نشوف الفيديو ده. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سوى. بس يا جماعة كده وصلت لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، أهم حاجة تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة عشان نوصل 300,000 سبسكرايب. نفسك في حاجة قبل ما نقفل؟ الحمد لله رب. اشتركوا في القناه بتاعت اسلام، هتلاقوا في الديسكربشن تحت وصلوها 5000 سبسكرايب. وفي اغنيه جديده اسلام عاملها هتكسر الدنيا ان شاء الله، اغنيه رومانسيه وفيها حزن بس حاجه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. راح حابين تشوفوا الوش ثاني، ما تنساش تعمل لايك شير للفيديو، وده احسن كومنت جالي على الفيديو اللي فات. لو انت حابب الكومنت بتاعك يطلع معايا الفيديو الجاي، لازم تشير الفيديو ده وتكتب كومنت انك شارت الفيديو ده، وان شاء الله الكومنت بتاعك هيطلع معايا في الفيديو الجاي. شوف الفيديو الجاي. سلام.